حتى نازل ليتس جو يا ساتر. او ماي جاد ولد انا ما عم اشوف بس النار وتاك. اوكي سلام عليكم شباب، ان شاء الله خير ياكم رحوي. هذا شو مقطع جلوكس. اليوم راح نلعب ماب ستوري شخص ستوري اتاك. هلا والله رحمي. اهلا بزين وتاكو. سؤال بصراحه، كم نسبه حبك للسيارات من 10؟ مليون بالمية من 10 اخوي. اوكي اوكي انا يا شباب صراحه 10 من 10، بس اكثر شيء احبه بالسيارات احزر. شو احزر؟ ان ادعمهم يا ودا. كسر سيارات. لا امزح امزح يا اخوان. الماب اليوم راح نكسر فيه سيارات، لكن ما راح نكسر في الحقيقه اكيد يا اوتاكو. راح يكون امر مكلف، فحطوا لايك، اشتركوا بقناه، تعالوا تابعوا انستغرام. هذا الماب يا اوتاكو زمان انا كنت لاعبه. شوف يا اخوان انا موصل 190,000، بس هالمره يا اوتاكو راح اشتري كل هدول الجراجات اللي شايفهم، وكل جراجات اوتاكو راح نفوت فيهم سياره مختلفه. ايش رايك؟ او ماي جاد حتكسر الدنيا شكلك. ليتس جو. خليني اشوفكم يا اخوان كيف الماب يشتغل. نجي هون مثل ما شايفين عندنا السيارات. شوف سيارات يا اخي كلهم بيض. او ماي جاد سيارات قديمه. اوه سياره عاليه، تعال خلينا نركب السياره العاليه ذي يا اوتاكو ونروح. او ماي جاد خضراء. شوف يا اخي جبليه، اتوقع هذه راح يكون صعب علينا نكسرها يا اوتاكو. اركب 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 يا حبيبي، اشتغل عندك، اركب جنبي. وين راكب لورا يا ولد؟ ما بعرف تاكسي عنده. اوكي اوكي اوتاكو شوف شوف شوف، راح نفوت باول مكان نكسر فيه سيارات. انطلق 3-2 نط. مع السلامة. او ماي جاد ليش تعملين؟ الو اوتاكو ليش ما نطيت معاها؟ انا نطيت معاها. او ماي جاد ما كان لازم اطيح معاها، فالمره جبت وحده جديده. اوتاكو لا افتح الباب افتح. الله عليك. تعال تعال كان دعسنا مع السياره خوي، لا تلعب هيك لعبه خطره. خلينا نشوفهم يا شباب. انتبه اوتاكو بطيء. الو هذا الزجاج يا زكي. فكرت بنطيح اذا نضغط عليه. طيب اوتاكو شوف يقول لك هون. شو هذه؟ هذه كراش. او ماي جاد. اوكي خلينا نضغط نشغلها يا شباب، خلينا نشغلها. طلع كيف تكسر. عم تندفش السياره. لا سيارتنا. او ماي جاد كسر سيارتنا يا شباب، ما ضل فيها شيء. رحومي قتل القتيل ومشي بجنازته، قال هو كسر بعدين بقول لا سيارتنا. عندنا سيارات لا نهائيه بهذا الماب. اوكي خلينا نشوف هذه ايش تسوي. اوه هذه تعملها فاست. اوكي هلا اذا نضغط هيك راح تصير سريعه. اوه صار شوي اسرع، بس ما ظل شيء في السياره يا ولد، عم نكسر فيها لسه. عن جد شو بتكسر الخرده؟ خلص هاي السياره مسكينه يا شباب، فراح نطفيها وراح نجيب. شو اوتاكو احذر شو راح نجيب؟ سياره احسن واكبر منها. لا مو بس سياره، راح اشتري حرفيا كل الجراجات الموجوده. 1200 روبوكس راح اصرف مبلغ كبير يا اخوان مشان نفتح كل الكراشرز اللي موجودين. كراشرز اللي هم الاشياء اللي يدمروا السيارات. وكمان بنروح نشتري ايش يا اوتاكو؟ شو بنشتري؟ نشتري سيارات اكيد يا عبقري. ما بكل عن سيارة. اوكي احلى شيء اوتاكو يتفاعل مع الحزوره تبعي. خلينا نشوف ايش فينا نشتري. يقول لك 170 روبوكس تقدر تفتح 25 سياره. اوكي 25 سياره قليل، بدي اكثر من هيك. 290 روبوكس تقدر تفتح 47، و 390 روبوكس تقدر تفتح 66 سياره. اوتاكو يا اخي نجيب. والله 66 سياره احس كثير، ما راح نقدر نكسرهم كلهم. 47 بزياده يا رخ. 47 اوكي ليتس جو. شوفوا سيارته اوتاكو يا شباب. او ماي جاد اركب معه رحومي. تعال اركب معك مره واحده، انا متحمس يا اخوان اروح اجرب السيارات اللي شريتهم كلهم. بس خلينا نشوف السياره ذي البيض تبع اوتاكو. شو هالسياره صغيره. جاهز يا حبيبي جاهز. باي باي. ايش هذا انا في السماء؟ شو سويت؟ خربت الباب يا اوتاكو. شفت العيد فيك يا رحومي. اوه شوف الليزرز. شوف الليزر لك اياها يا حبيبي. واو شوف الليزر. لو انا كنت في السياره كان هلا زماني ميت. اح عم تحترق. شوف ولد. النار هناك. ليتس جو. كفو اوتاكو. ولد حرقت السياره يا اخي، حرام عليك يا اخي. انا ما عندي سياره يا حبيبي. سيارتي ومالك علاقه فيها. انا ما عندي. الو اوتاكو بتموت. بدي سيارتي بدي ارزقها. بطفيها بطفيها. حرقت اوتاكو. طفي طفي بدي اطفي. مسكين عم يحترق. متت يا زكي. الله يرحمه يا اخوان. اوكي امزح اوتاكو، انا عندي سياره بالحياه الواقعيه. تعال يا اخوان الانستغرام تبعي اذا حابين انشر شغلات من حياتي، فضيفوني هناك. اذا وصلنا 100,000 اوعدكم راح اصير انشر شغلات رهيبه. اوكي اوتاكو يلا تعال قدامي، تعال تعال خلينا نجرب سياراتي. نضغط هون يا اخوان. على فكره انا جونت الجروب تبعهم واعطاني سياره مجانيه، بدي اشوف. اوف هامر. وال في سيارات كثير غاليه اوتاكو، والله حرام اني اكسرها. وات شو هذه تريلر؟ فيني رسمين تريلر اوتاكو. اوكي رسمين تريلر والله رسمين. تعال تعال اركب معي. تعال انا وراك وراك. يلا راح امروا. ليتس جو. اوتاكو العامل تبعي دائما اللي يسكن اللي يجلس جنب السائق هو العامل تبعه. اوتاكو العامل الصغير تبعه. ايش رايك؟ افوتها واحده من ذولي؟ ايش هذه؟ يلا يلا روح روح روح. في ماشين جان ولد. او ماي جاد اوتاكو في ماشين جان. يلا شغل. شو بدك تسوي بالماشين جان؟ ما بعرف بس هون يقول لك شغل الماكينه. 3-1 بسم الله الرحمن الرحيم. او ماي جاد قتلني.
عرفت شو بدك تسوي فيها. اوف 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 اوف. كان المفروض اطلع وانا شغلها يا ود، متت مع السياره. اوه شوف هاي السياره الرياضيه يا اخي سعرها 5 مليون وانا فاتحها. اوكي هذه قبل شوي كنا فيها، اجيب سياره رياضيه تاكو. جيب الرياضي جيب الرياضي، خلينا نشوف السرعه. عندي عندي فكره تاكو، اركب سياره وانا اركب سياره ونحاول. لا بدي اركب معك هي سريعه. الو ليش اختفى راسنا صافيك؟ شو راسنا كيف ضعيف. اوكي تاكو تاكو، بديك تركب سياره وانا اركب سياره ونصادم مع بعض بالماب، ايش رايك؟ اوه موافق. يلا 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 جيب. واه شو سيارته تاكو. يلا تاكو برجع للخلف وراح اجيب كل سرعة. يلا اه كسر سيارتي من ورا. يلا تكسر يا ذكي. 3 2 1 كسر سيارتك وسيارتي شوي انشخطت زي انا اكسرك هلا يا حبيبي. اوه مين انكسر مين؟ شوف 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 اوكي خلينا نشوف الضرر اللي صار على سيارته تاكو. شوفوا يا اخوان الراديتر انكسر. شوف الضرر تبع سيارتك كمان. سيارتي غاليه ما عليها شيء امزح والله، انا تضررت اكثر. انا تضررت ماديا يا اخوان 5 مليون دولار. اوكي يلا تاكو خلينا نروح نشوف وين نخليها. انا فتحت حرفيا كل هدول الجراجات يا شباب، فيني اخليها باي مكان بدي اياه. خلينا نشوف. اوكي هذا يضوي شكله غالي، ويقول لك يعطيك 20% فلوس و 50% سكور. اوكي خليها هون يا شباب، ما اعرف هذا شكله غريب كانه فشي من الفضاء او تاكو. عن جد شو حيسوي يا هالترا؟ اكبس اكبس رحمه. خلينا نشوف. انا بكبس بس يا ربي يكون ما يقتلني معاها. 3 2 1 اتاكو اخرج. شوف ايش يسوي هون. ليزر ليزر اطلع برا ليزر. والله عرفتوا ليزر يا اخي. واه شوف سياره كيف صارت اوتاكو. رماد كتله صارت معدنيه رماد. يا رماد يا ود كتله معدنيه صارت حرفيا. اوتاكو في سياره انا احبها كثير يا اخوان، محبين سيارات كلهم يعرفوها، السوبرا اوتاكو. برسم السوبرا ليتس جو. اوكي اوتاكو تعال اركب معي بالسوبرا تبعي. جاي اركب السوبرا تبعك يا رقومي سوبرمان. حتى الشخصيه تبعي صارت تبتسم يا اخي، الكل يحب السوبرا. اوتاكو انا والله مو سواق عندك يا اخي، ايش في هذا؟ مجنون انت ولا ايش اوتاكو؟ مجنون اركب لحالك باي مسكين. اوكي انا دعمت السياره كسرتها قبل لا نسوي اي شيء. اوكي خلينا نفوت على هذه يا اخوان، هذه يقول لك حطها على حرف الاكس. بحطها على حرف الاكس. اوتاكو تعال تفرج تعال تفرج. اتوقع يا شباب تشغيل المكنه هذه راح يكون من هون. اوتاكو ار يو ريدي؟ يلا انا ريدي. انا ما اعرف ايش عم اضغط، حرفيا عم اضغط كل شيء موجود هون. شو هذه؟ شو عم يصير؟ كان عم ينزل شيء، عم اسمع صوت شيء يتحرك. ما سامع اي شيء انا صراحه. خليني اضغط كل أوه! اح شو هذا مطرقه كبيره؟ او ماي جاد صديقي صديقي بدي اطلع من تحت المطرقه. تاكو الله يرحمه يا اخوان، اكتبوا التعليقات الله يرحمه. او ماي جاد شوف تاكو ما ضل منه في الستار. تاكو تحول لاطار يا اخوان، اطار بلاستيك الاطار الحديد هذا تبع السياره. تاكو السياره كلها اختفت انت وياها. يا حرام راحت السوبر. اوكي خلينا نشوف السيارات اللي عندنا. والله فاتحين كثير سيارات. اوه سيارة شكلها كثير رياضي. ليتس جو باخذها يا اخوان. وتعالوا اتاكو اركب معي خلينا نفحط بالماب. يلا يلا جاي. انا عم افتر الماب كله ابحث عنه اتاكو. الا رحومي الا اح يا اخي من وراك ضربت السيارة. ايش هذا يا اخي؟ انت ضربتها لحالك انا ايش دخلني؟ صح صح. قبل شوية وين كنا؟ كنا هون بالرو 4. جربنا هذيك اخر. شوف سيارته اتاكو. جربنا تبع الليزر وجربنا هذيك كمان، بس بدنا نجرب هلا هذه. هذه ايش هذه؟ شكلها ما فيها شيء اتاكو. What? ما في شيء هون عن زد فارغه. اوكي راح ادخل على غرفه التحكم ونشوف ايش في. يود غرفه التحكم تحت الارض. والله في شيء غريب يا اخوان. اوكي في شيء هون كمان فينا ننزل. و تمزح اتاكو. شو راح يصير؟ غرفه فيها قنبله نوويه. اوكي اوكي بشغله شغله. انا بالسياره على فكره لساتني. خليك خليك بالسياره اتاكو، راح يفوت مع القنبله النوويه. اوكي في هون يقول لك الكبسه الكبيره اضغط. ايش هذه؟ هذه اللي راح تفجر القنبلة ولا راح تجيب السيارة؟ عم بنزل انا من المصعد. روحوا يلا. جت السيارة ليتس جو. اوكي السيارة كيف راح تتحرك؟ لازم انا احركها؟ اوكي خليني انا احركها يا اخوان. خليك بالسيارة اتاكو، اربط حزام الامان. وي باي باي يا زكي. فيك تشغل الحزام اللي تحت السيارة يب يب يب. انا كان بدي ارميك معاها بس يلا بشغل الحزام يا اخوان. يقول لك هذا هون فاست يعني شغل الحزام. لا مو شغله. وين الحزام؟ من هون شغل الحزام. ليتس جو اتاكو مع السلامة. وي باي باي رحومي. المشكلة انا مو شايفك لانه في جدار. اوكي ما لنا علاقة يا اخوان. بشغل القنبلة. اتاكو ار يو ريدي؟ انا جاهز تحت القنبلة تماما انا. اوه ذاك اتاكو ساحب على السيارة. يلا 3 2 1 طيح القنبلة على راسه اتاكو. حتى نازل ليتس جو يا ساتر. ماي جاد ولد انا ما عم اشوف بس النار اتاكو. ايش عم يصير من منظوره؟ انا انمسحت مسح متت يا رحوم. الله يرحمه المسكين. واو تشوفوا اثر القنبله يا شباب قد ايه كبير.
يود هذه اخطر وحده كانت والله العظيم احلى وحده كمان فيهم. يلا اوتاكو نروح نجيب سياره جديده. يلا يا رحومي جيب لنا سياره رهيبه. ليتس جو. جبت لك سياره امريكي اوتاكو الكل يعرفها يا ولد، مشهوره بالشرق الاوسط و... انت كل سياراتك الكل يعرفها يا رحومي. يا بس انا الصراحه يا اخوان ما احب هاي السياره. يود دعمت اوتاكو السياره شخطت. شو هذا اوتاكو هيك تعرف اني عضلنزي وحديد. لا والله التسمين يا اوتاكو. شو الاسمين رحومي اليوم كسر الجهاز. خلاص كمل لحالك رحومي، انا بجيب سياراتي وبلعب لحالي. مسكين عم طقطق علي. لا انا اعتذر اعتذر. تعال اركب اركب انا اعتذر منك. يلا اركب. يلا جاي جاي. يوا تبع القنبله النووي كان احلى واحد. خلينا نجرب هذا. ايش هذا؟ شوف النار اللي بتطلع منه. وال والله شيء رهيب. شو هذا؟ عرفت ايش هذا؟ عرفت عرفت عرفت. شوف شوف راح نخليها بالطريقه اتوقع وراح نشغله وراح يجي سيارات يدعموها. اوكي 3 2 1 يلا خلينا نشغل. بسم الله. ممكن يجي قطار اوتاك. تخيل. ها ها ورجينا ورجينا. اه عم تدفشني الارض. او ماي جاد. اح اح اوه تريلات يا اخي. شوف تريلات. بس المشكله احنا حطيناها شلون بصير؟ حطيناها بمكان يعني ما راح تنضرب. خليني اروح اسوقها. مسح مسح رحومي. اوكي تعلمنا درس يا اتاكو لازم اطلع عيوني يسرق قبل لا اعبر الشارع. اوكي خلينا نشوف عنده سياره جديده. واو يود كله سيارات رياضيه. هي هي سوبرا بس موديل حديث. اتاكو رحومي بعشق مع السوبرا يا اخي. احب هذه السياره. وينك اتاكو تعال نسابق. هياتني هياتني يا رحومي قدامك سريعه. عم تمشي 54 بش اح كسر سيارتك. ليش تعمل هيك؟ انت مو فيها هي فارغه بس انا بدي اكسرها. هلا والله طاقه. هلا رحومي. هلا والله. يلا خلينا نفوت هون نشوف هون ايش فينا نسوي. اح يو مفرمه اتاكو مفرمه. شغل شغل شغل. oh اهرب اهرب اهرب. او ماي جاد. شوف اتاكو بيفوت معاها المسكين. لا 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 لا. او ماي جاد سمع الصوت عظامك وهي تتكسر. وكمان في نار يعني مو بس انت تنفرم. لا مشان اذا ما متت من التكسير تموت من النار. او ماي جاد يا اخي اللي صمم هذه اللعبه وحش. ايش هاي اللعبه الاسطوريه؟ تخيل لو انت سياره ايش راح يكون رده فعلك اذا شفت في هيك لعبه يا اخي. انا شو راح يكون رده فعلي؟ يا ولد بحزن والله. دا وحش المصمم وحش تبع سيارات. يلا اوتاكو شوفنا وحده على ذوقك. خليني نفوت بدك وحده عزوئيه. هلا بجيب لك احلى وحده يا حبيبي. يا ولد لو يادا تبع سيارتك مكسوري. شوف كيف تحرك يا شباب. اوف شو هذه؟ فيها درجة حرارة. بتحب الحرارة يا رحومي؟ لا 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 لا. جمدت جمدت. حيصير رحومي الضفدع المتجمد. لا تجمد. لا افتح لي باب تكفى. انا متت. راسي جمدت. ايه جمدت. او ماي جاد. جمد. السيارة عم تتجمد شايفها. او ماي جاد رحنا بعيد يا تاكو. تاكو تحب الهامر ولا لا؟ احب اكيد احب الهامر يا حبيبي. واه سيارة كثير قوية الصراحة. هذه راح يكون صعب علينا انه نكسرها. تعال عندي يا تاكو. هي جبلية صح يا رحومي؟ جبلية. هذه حربية يا واد. هذه حربية اوتاكو مو بس جبلية. طيب هالمرة راح نجرب مكان جديد. اوه شو هذه اوتاكو؟ ما بعرف صراحة. الارض غريبة. يب فيها اشياء هيك مرسومة بالارض غريبة. اوكي يلا بنشغلها اوتاكو. شغل 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 الحمام شغل بنروح. اوه شو هاي قمامة يا ود؟ رميناها مع القمامة. اوتاكو حركت نفسك مع القمامة ليش هيك يا اخي؟ نزلت اشوف شو في تحت. اوه ماي جاد يا اخي هذه السيارة قمامة والله حرام. يا ود انصهرت حتى القمامة اختفت. طحت معاها والله ما كان بودي اطيح. اوه ماي جاد احترقت باللحظات الاخيره يا اخي. ايش هذا رماني مع القمامة؟ والله اوتاكو السياره الاخيره طولت يلا احترقت. فهالمره راح اجيب سياره مثلها بس موديل قديم. ايش رايك اوتاكو؟ اوكي بدك سياره موديل قديم يا حبيبي. انا راح اجيب لك باص موديل قديم. يا ولد الباص تبعك انقرض حرفيا. من وين جبته؟ من التسعينات. الله عليك. طيب شوف لنا واحده على ذوقك خلينا نفوت فيها نحرق سياراتنا مع بعض يا اوتاكو. الرحومه هي مبينه رهيبه. فيها حفره يا اخي. اوه عرفت شو هي. كنت راح اطيح. شوف يا ود مفرمه. اوكي خلينا نوقف. روح روح رحومي روح بدفشك. روح لا تدفش تكفى اتاكو. لا تدفش والله في دفشني. لا اتاكو تكفى 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 تكفى. شوف اعطيك تحدي انك تنط بالمفرمه بس تحاول ما تموت. جاهز؟ اوكي ماشي. اوه كنت حياتني متسطح. انا مو ميت والله. كنت راح انا صرت عقروق مفروم حرفيا. بس على فكره كنت راح انط بالوسط والوسط يعني ما راح يفرمني. اوه لقى السيارة كبيرة كثير. او ماي جاد راح اموت. سيارات الكبيرة يا ود اوتاكو شوف ذيش كبرها. ما حاركب وانا ما حاطلع عليها بدون ما اركب على الكرسي. يب اطلع بالخلف. تعال تعال تعال. اطلع بالخلف اطلع بالخلف. راح يكون منظر كثير رهيب من عندك يا ود. فيها 6 تايرات. او ماي جاد. خلينا نشوف هذه يا اخوان اللي اسمها رو 3. نحن دخلنا بهذه اوتاكو ولا لا؟ لا ولا مرة دخلنا هون. واد والله في لسه كثير اشياء نستكشفهم. خلينا نفوت على هذه اول وحدة فيهم يا اخوان. نوقف هون. هذه كمان فيها وات فيها حفرة بالأرض نفس ذيك. يلا بسم الله نشغل هذه. راح تصير تتحرك وتاك تفرج من عندك. أنا ما هتفرج هركب معاها. لا يا أخي ليش نطيت في لافا؟ أوكي بنطمعك. أوه ماي جاد. تفرج من قريب. في لافا تاكو.
الفلورز لافا او ماي جاد انزل الحوم يلا ما ظل غير شيء واحد نسوي لي ما فينا نرجع نصعد يا اخوان 3 2 نزلت سبعتك او ماي جاد يا اخي ليش دائما نحترق مع السيارات ونموت صراحه عجبتني هاي السياره برسب وحده لخه ونروح نكتشف مكان جديد ندمرها فيه او تاكل تعال اركب معي جاي اركب وراك هذه مره راح افوت على اليسار باخر وحده باليسار يا اخي دائما الاخيرين يكونوا ايش يكونوا صعب ينفتحوا بس احنا فتحناهم بفلوس البابا فهذه راح تكون جدا مميزه وايد في غرفه كبيره ما بعرف ايش اسوي شو هذه الله يستر انت بس الكبسه ونكتشف شو بصير بس شغلها يا رحمة. عرفت 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 اوتاكو في مطرقات اثنين بس يفتروا بالعرض يعني مو هيك يطيح على راسك انتبه اوتاكو انتبه او ماي جاد هاي السيارات بس الكبيره اوتاكو انتبه او ماي جاد انا بركب بالسياره خبطتك انت اللي عم بتموت انا واقف امان انا بالسياره ودي السياره طلعت برا طلعت برا حرفيا عم تتفشل لبرا كان المفروض انه يصير هذا الارض يتحرك قبل لا يفتروا المطرقات اوف 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 آه! متت مع سيارتك كمان اوه ماي جاد اتاك ما عم يموت وين ما بنتاثر بهي يا زكي بس بتتفشنا والله هذه لعبه حلوه انا راح ابقى العب فيها شو شو تك عم نسوي رياضه عم نركض خلف اتجاه سوي رياضه لحالك يا حبيبي انا بدي امشي هون يلا انا بروح اجيب سياره جديده يا اخوان بس ايش راح نختار هذه المره اوه سياره رياضيه صغيره اوكي سياره مقعدين اتاكو لا لي ولا لك فيني اركب معك يعني ممتاز زي كل مره تعال اعتقد ياب شوف شوف شكلها كانها موتور يا اخي لا سيارتي لا تخرب تفشل تعرف شو زي بي بليد على فكره بي بليد ايش دخل بي بليد بالسياره ما بعرف في مسلسل زمان كنت اتابعه بس ما بتذكر اسمه اوكي خليك مع المسلسل تبعك انا بدي اشوف هذه ايش هذه كانه الصاروخ اللي يطلع على الفضاء اوتاكو هذا شكله ولا ما الله ما ادري تعال خلينا نشغل يلا جاهز يلا شغل شغل رحومي شغل وان بسم الله الرحمن الرحيم بفوت معاها ما بدي افوت معاها اوه ثقب اسود ثقب اسود الحمد لله اني ما فتت الحمد لله اني ما شفتك عم تنشف طيب مسكين اوكي بطفي يا اخوان تروح تشفط الماب كله ما عم تطفى لا 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 شايف اخرت اللي بده يطفي الشغلات او ماي جاد يا ود طفتني لإلي حرفيا اوه سيارة بنتين اوتاكو سيارة جدو شايف سيارة جدو يب زي 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 اركب معك تعال تعال هذا بيت متنقل يا اخوان اللي يتابع بنتين يعرف هذه السيارة جدا حطوا لايك يا اخوان اللي يحبوا بنتين اوكي يلا اوتاكو اركب معي ايش سويت بالسيارة صارت تتحرك يا اخي شو بس ركبت فيها اوكي خلينا نشوف يا شباب هذه استعملنا اثنين منهم خلينا نشوف واحدة اوتاكو التخت اوه هذه فيها شيء غريب بدي ارجع لخلف يودي السيارة ما ترجع لخلف لازم نستدار اوكي خلينا نشوف هذه كأنه درجة اوتاكو يود عوف السيارة شو هذا اوتاكو تتوقع راح يجعصى ولا ايش اكيد راح يجعصى شوي شوي بعدين تكسر بعدين تكسر تكسر ياب فتنا بوحدة مثلها بس كانت جدا كبيرة هذه مفرامات صغيرة يلا جاهز اوتاكو تريد وات شغل شغل رحومي وات اوتاكو فات على طول ليش واقف فوق المفرة يا اخي او ماي جاد ما كنت بعرف انه حتفرمني يا اخي اكيد راح تفرمك يعني ايش او ماي جاد شوفوا شكل السيارة كيف عم تفرم شوية شوي والله اللعبة واقعية نفس ما قلت لك تماما على فكرة احترق سيارتي الله معك اوه شوف ايش لقيت اوتاكو شو لقيت لقيت شفل بس ما فيك تركب معي لانه حجمه كبير وبطيء شوي اوتاكو اوه ماي جاد يا رحمه خليه يدفشك فيه خليه يدفشك فيه اوه شوف سيارتك شوف سيارتك لا 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 بده يتفشني كسر سيارته اوه ماي جاد ليش تعمل هيك يا رحومي شوف سيارتك شوف المحرك والله حتى انا ما قادر اطلع منه شو هذا مسكين حشر فيه اوكي تعال خليني اخلصك من المأساة تبعك بخرجك من هنا وتاكل لا تخاف تريد وين انقذني رحومي بش اوه ماي جاد الله عليك الله علينا اوكي طلعتني لتحت عزلاتك شوف شوف في هذه اشياء غريبة بالارض اوكي بخليها هون يا اخوان وبنشغل 3 2 1 بسم الله شغلات غريبه من فوق قصدك مو من الارض والله فكرت في شيء بيطلع من اتاك انت ليش بتروح تنتحر على طول يا اخي ما بنتحر بشوف شو حيصير اذا فتت جوا شيء يصير يعني مثلا حدغدغك مثلا ها واد بسامير كبير عم ينزلوا من الارض يكسروا السياره او ماي جاد اتاكو على فكره جه السياره بدي اخليها مفاجاه بالاخير اخوان سيارتي الحقيقيه في الحقيقه موجوده وحده شبهها بالضبط فاذا بدكم تشوفوها خليكم للاخير يلا اتاكو بورجيك السياره اللي بعدها لقيت دبابه اوتاكو او ماي جاد لا دبابه يب هلا بورجيك اياها في دبابتين يا اخوان في وحده برمائيه تمشي على المي وفي وحده كمان من الحرب العالميه الثانيه بجيب تبع الحرب العالميه الثانيه لان الدول كثير قوية اوتاكو اتاكو بدي اياك هالمره تكمش هذا السلاح وترمي بكل قوتك ترمي اتاكو او ماي جاد رحومي اتاكو لا تخاف تكمش السلاح خوي وين جالس ما فيني امسك السلاح ما فيني ود ما تمشي السياره
دباب اقصد. شوف يا اخوان دي بطيئه ودي كثير بطيئه يود ساعه وانا احاول امشيها. اوكي بس هي حتكون قويه يا رحامي، هي حتكون قويه. بنشوف هلا بهذا المكان يا اخوان. ذا ما دخلنا له، ذا كثير قريب. انا اختاريته لان صراحه الدبابه بطيئه ما راح توصل. اوه في اشياء غريبه هون. اتاك بشغل الارض. لا 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 عم تنزل السماء من الارض. اتاك راح يندفش. لا ما حندفش، هياتني واقف عليها عادي. ها اتاك انت حكيت شيء، انتبهت انت ايش حكيت؟ شو راح تنزل السماء من الارض. اوكي هلا بفوتك بالسماء حرفيا. مع السلامه اتاك. باي باي يا رحومي. ما صار لي شيء. ما صار لي شيء. كيف ما صار لي شيء؟ بشوف الماب من برا. او ماي جاد، يا ودي جا عصت الدبابه ذي الهيدروليك نفس اللي بنشوفها باليوتيوب يا اتاك. على فكره الدبابه مو كلها خربت لانه انا ما شغلت الارض اللي تحت. بس شوفوا يا شباب المكان اللي كنا نجلس فيه لسه موجود. في نسخه؟ لا يا اخي الماكينه تبعها خربت. ما في ماكينه يا اخي، شكلها غريب. اوكي خلينا نروح نجيب اللي بعده. اوتاك جاهز؟ انا جاهز يا حبيبي، انا اللي جاهز. اوتاك تتذكر بدايه المقطع اللي ركبت عندي بالخلف؟ طيب انت فكرني سايق عندك صح؟ يب اكيد. هلا انا حرفيا راح اصير سايق عندك. تعال عندي، تعال خوي خلي اورجيك ايش جبت لك. تاكسي رحامي. بدك تاكسي؟ يلا اركب خوي. هذا التاكسي هو للمحطه النهائيه تبعك. او ماي جاد الله يستر. المحطه اللي ما فيها رجعه تاكو. انت متاكد بدك تركب هذا التاكسي ولا لا؟ اذا السعر رخيص بركب عادي. اوكي بلاش لعيونك، تعال طلع برا المنيو. اوكي خليني هون بدي اشوف من برا. شوف في دي جي حرفيا. او ماي جاد هذا دي جي صاخب. بتعرف ايش راح يسوي الصوت تبع هذا الدي جي اوتاكو؟ راح يخلينا نرقص. راح يخليك ترقص وما توقف طول عمرك اوتاكو. الله يستر. بسم الله يا اخوان. الموسيقى قتلتني. الموسيقى قتلتني. وصلنا مرحلة الأخيرة اوتاكو. هلا بجيب لك السيارة اللي كل منتظرها. بدكم تشوفوا سيارتي صح يا اخوان؟ سيارتك يا رحومي. طلع لنا الدبابة يلا. لا دبابة ايش، بسكليتة. ليتس جو. جبت لك سيارتي اوتاكو. او ماي جاد متحمس اشوفها. اوه خضرة شو حلوة. الصراحة سيارتي بالحقيقة لونها أصفر مو أخضر. وهذه كمان هي يعني نفس الشركة تعتبر، هذه هونداي. أنا سيارتي كيا. بس أوتاكو كثير تشبهها كثير، يعني هذه أقرب وحدة لسيارتي بصراحة. يا أخي أنا هلا محبط منك، ليش سيارتك بالحقيقة مو خضرة مو بتحب الأخضر؟ يا أخي ما لقيت لون أخضر، اللون الوحيد كان موجود أصفر، اضطريت إني أشتريها. شوف سرعتها. اوه ماي جاد عن جد انها سريعة، هيك كمان بالحياة الواقعية. يب هيك كمان. بس فينا نطلع برا الماء. ما كنت داري. رحمي ما بدي اكسر سيارته. اكيد يا حبيبي ما راح اكسر سيارتي. في جزء من الماب كثير نحن مو مكتشفين اللي هو جزء خارج. يا اخي كان فينا نفتر بالسيارات بدل ما نكسرها يا عبقري. كان فينا السابق. يلا مو مشكلة، هي عم نفتر بهي السيارة تبعك. اوكي اذا حبيت يا اخوان انه نلعب جزء ثاني بهذا الماب. اوه كنت راح اسوي حادث. الحياة الواقعية الجزء الثاني شباب. ما عندي صراحة فلوس لحتى اكسر سيارتي انا اسف. اوكي شباب حطوا لك لايك على هذا المقطع واشتركوا بقناتي. ويلا اوتاكو جاهز لحتى ندمر سيارتي. كسر سيارتك يلا يا رحومي. الله يستر. بس اوكي خلينا نطلع، خلينا نطلع سوي مجال. اوه عم تنقص يا اخي بالمنشار. لا شعورك سيارتك تكسرت تكسير رحومي. وصديقك انسى طلع صديقي مو مشكله بس سيارتي يا اخي. لا امزح يا اخوان امزح. اوكي هلا بورجيك اوتاكو راح الحقك انت والسياره. يلا مع السلامه اوتاكو باي باي. اوه عبرتهم كله بدون ما مت. اوكي فكرت حالي بلعب باركور. فكرت حالي بلعب باركور. اوكي يا شباب هونكم وصلت. هذا مقطع اتاكي كمان احط لك اشتركوا بالقناه وتعالوا انضموا للجروب تبعنا يا اخوان. اللعبه تبعي حاليا هي لايف، العبوها واعطوني رايكم. وكمان عن قريب بنصور عليها ونسوي مسابقه رهيبه. فبس شوفكم في تي تي. باي 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 باي.